نحاول تاني يا دكتور، اروح فين؟ طب ما تنزل يا دكتور، ممكن تنزل اللاب حضرتك وتيجي تقعد معانا هنا. اللاب ينزل الصوت المدرج واسع وكده تحس ان لا انا مش مستاهله ميه. عادي ممكن ننزل لحضرتك لو اللاب يتحط هنا تحت وحضرتك تيجي كورس كده حلو الفه لي. الله شنو في الراوند؟ احنا خدنا الكورس في
في ثانية ما كان اونلاين ساعة كورونا. لا ساعة كورونا كورونا البروفيشن عندنا كان في 3 ليفلز البروفيشن. البروفيشن اكتيفيتي بقسمها لثلاث مراحل زي ما احنا عارفين ان الكونسيبت بتاع الديزيز في بيبقى الاول ريسك فاكتورز موجوده. الريسك فاكتور بتعمل البروجكتال كونديشن بعد شويه البروجكتال كونديشن تبقى مانيفستد باي كلينيكال مانيفستيشن. انا عندي 3 ليفلز من البروفيشن هم المفروض ان هم اربعه بس احنا بنتكلم على الجزء ده. في جزء اسمه بروفايد البروفيشن اللي هو بيعتبر خاص بيه ان انا امنع الريسك فاكتور اصلا ان هي تكسب. تمام؟ هي موجوده في الكوميونتي. مثلا عندي سموكينج يعتبر ريسك فاكتور لاعراض كتير فامنع السموكينج في الكوميونتي نفسه. تمام؟ مش الشخص. خلينا احنا دلوقتي نركز في الثري ليفلز اوف بريفنشن عن برايمري وسكندري وتيرشري ليفل اوف بريفنشن. البرايمري ده قبل ما الكونسيبت اوف ديزيز يحصل. دايما بيستهدف في الشخص عنده ريسك فاكتورز وقبل ما يحصل الكونسيبت اوف ديزيز قبل حتى ما الباثولوجيكال كونديشن تبدا تظهر قبل ما الخلايا او التاثر يحصل على الشخص يكتشف الموضوع. فده بسميه برايمري ليفل اوف بريفنشن. السكندري ليفل ده بستهدف اللي هو الباثولوجيكال ستيت قبل ما تظهر السيمبتومز على الشخص قبل ما تظهر السيمبتومز على الشخص. الهدف من السكند بريفنشن حاجه اسمها ايرلي دايجنوزس اند ريفرت ايرلي دايجنوزس اند ريفرت. في حاجه بتيجي في الام سي كيو ان انا عندي اي سكرينينج بروجرام لما اجي اطبق اي سكرينينج بروجرام هيقول لي يعتبر ان من ليفل بريفنشن هو السكند ليفل بريفنشن. يبقى السكرينينج بروجرام تحت السكندري ليفل بريفنشن. تبدي شبه عن ديزيز درست فيها طبعا البروجرام كونسيبت وظهرت خلاص الديزيز والسيمتومز اشتغل على عندي التيرشري بريفنشن اللي هو تقريبا بيجمع الكوميونيكيشن ولو حصل حتى الكوميونيكيشن بعمل حاجه اسمها ريهابيتيشن او التأمين. يعني شخص حصل له تسديد وحصل له افكت في الهيرنج يبقى نوع من انواع الريهابيتيشن انا استخدمه الهيرنج ايد لسه معايا مثلا بتاع حتى مثلا حصل له امبيتيشن في حاجه من اللبس عامل له مرض صحي وبسميها ريهابيتيشن سواء كان فيزيكال ريهابيتيشن بالوسائل المساعده للاهتمام او كان سوشيال ريهابيتيشن او سايكولوجيكال ان انا الوظيفه بتاعته المفترض ان انا اعمل له ادابتيشن في الجوب مثلا بحيث يناسب الحاله او الكارنت ستيتس بتاعته مع السايكولوجيكال ريهابيتيشن. ايه هو السكرين؟ ايه هو السكرين؟ سمبل نون انفيزف ميثود مثلا فور ديتكشن ديزيز. الفور بتاع الكلينيكال سكريننج ديتكشن ديزيز الكبرنج ديز هي دي الكي هو ده المفتاح بتاع الانفيكشن اللي انا بعمل اكتيفيتي او بعمل مانور بيه على هيلثي سيمتوماتيك ابارنت هيلثي يعني هو قدامي ما بشكيش منه يبقى ابارنت اسيمتوماتيك هيلثي بيرسون. ما تجيش عند شخص تقول له ان هو ديابيتيك بيشنت او هو هايبرتنسيف وهو عنده مثلا كانسر كورن تقول تعالى اعمل لك سكريننج. الهدف من السكريننج ان انا بعمل ديتكشن ديزيز في الابارنتلي سيمتوماتيك انفيكشن. شخص باين قدامي ان هو طبيعي لكن ممكن يكون عنده بروجكتال كونديشن ولسه ما ظهرتش عليه الاعراض. فلو انا دخلت في المرحله دي عملت ايرلي ديتكشن يبقى انا هقدر اوفر له البروبر تريتمنت. خلاص يبقى هي دي الهدف بتاع السكريننج بتاع ايرلي ديتكشن اوف دايجنوسيس. طيب هل اي حاجه ينفع اعملها سكريننج بروجرام؟ هل اي مشكله موجوده عندي او اي ديزيز ينفع اعمله سكريننج؟ اكيد لا. لازم يكون في مجموعه من الكرايتيريا متوفر في الديزيز اللي موجوده عندي. هناخد مثلا مثال لو انا لو تعرفوا ممكن هو دكتور سكر في اول اسبوع لما اتولد عينه من كعب البيت ده نوع من انواع السكريننج. طب بتعملوها ليه؟ عشان الايزو سايو ديزا بيعملوا ديتكشن الايزو تي اس اتش حاليا كمان بيعملوا الفينايل كيتونيوم ميتابوليك صم ميتابوليك ديزيز ده يعتبر مرض برضه بيعمل تمثيل غذائي وبيعمل كونفرجنس من الاطفال وبيعمل الموتور بيجي بروجكت بتاع الدنيا في مصر.
Sensitive
ايه
البرين سي واعمل برين كي وعندي حاجه اسمها الاي ستيت. لو تقروا شويه في تيبس او حاجه زي كده مثلا في جايد لاينز بتاعه الهايبرتنشن مثلا الامريكان هارت اسوشيشن، كل ده كل سنه بيحصل ستيت للجايد في اي مجال بيقول لازم لما تحب تشوف التريتمنت مثلا بتاعك الهايبرتنشن التريتمنت بتاعك الهايبرتنشن كلاسيفيكيشن ايا كان التريتمنت او الجايد لاينز بتاع السيرفس دي في التداول بتاعه في التكست بتاعه بتلاقي ان فيها الليترز ريكومنديشن اي سي انت يقول لك بالظبط ان انت لازم تعمل الكلام او بالنسبه لك اوبشن ان انت تقدم التريننج دي او تقدم الديبلومنت سيرفيس. المفترض ان هيلث مانتنس ايفالويشن ده بيتعمل فين؟ المفروض ان احنا بنتكلم عن حاجه اسمها الفاميلي هيلث وكل الايرا وكل الحاجات احنا عايزين في الفاميلي بوزيشن. المفروض ان هو طب الاسره ده والطبيب بتاع الاسره ان هو ده الفيرست كونتاكت مع اي بيشنت. بيشنت دلوقتي ما يروحش بنفسه اي عيادات خاصه ولا اي مستشفيات، المفروض فيرست ريفيرال دي او فيرست كونتاكت يروح مع الفاميلي فيزيشن. طبعا الكلام ده مش عشان اللي انا بقف ما بيحصلش مع الفاميلي اثناء الكونتاكت دوت، سواء بيعمل بيقول لك بيشنت احنا عندنا عيانين ما عندناش حد حاجه اسمها بيقول لك ميجن اساسي استخدم الكونديشن الدنيا والاخره بيحصلوا وبعدين يبقى سيك الادفايس. فالمفروض ان هو بيعمل بيولوجيك ميديكال تشيك اب اثناء الفيزيتس دي بياخد منه فول هيستوري، بياخد منه اعمل اكزامينيشن كويس من خلال الهيستوري والاكزامينيشن اقدر اعمل له ايفالويشن للهيلث مانجمنت سيرفيس اللي هي زي الاسئله اللي احنا بنتكلم عنها. خلاص سواء هو جاي في التشيك اب او هو جاي سيكينج ميديكال ادفايس احنا قلنا من الاكتيفيتيز اللي هي بتاعت الهيلث مانجمنتس هناخد امثله على سكيلينج، هناخد امثله على الاوبتمايزيشن ادلت وعلى هيلث كاونسلنج سيشن. اول حاجه هناخد سكيلينج للكانسرز، عندي اربع انواع اساسيين او موست بريفلنت تايبس اوف كانسرز هما الكانسر كولون كانسر بريست سيرفايكال كانسر اند لان كانسر. ابدأ اعمل سكريننج للكولون كانسر. عندي ريكومنديشن ايه بتقول ان الاضرار من 50 ل 75 سنه بتاع كولون تويتس تاسك فورس سيرفيس تاسك فورس من 50 ل 75 سنه اعتبر ريد اير ريكومنديشن. قلنا الريد اير ريكومنديشن معناها ايه؟ البنفيت مثبته. البنفيتس بتاعته مثبته 100% هيستفيد من سيرفيس دي لو انا عملتها. نزلوا شويه في السن حوالي 10 5 سنين كمان تحت سن ال 50 دوت عملوا ريكومنديشن مودريت وقالوا لك هيستفيد اكتر من 50 ل 75. اقل سن هيستفيد من السيستم ريكومندد ان انا اللي هو من 45 ل 49 سنه. دي بسميها جريد اي ريكومنديشن. الكلام ده مش موجود في المذكره. المحاضره دي هبعتها لكم بي دي اف ويجب ان تلتزموا بيها وتذاكروها ويجي منها خلاص. اللي فوق بقى خمسه اللي هم 76 وال 85 دي ريكومنديشن سي. معنى ريكومنديشن سي ايه؟ خلاص البنفيت حسب بقى حاله الشخص اللي هيقدر يعمل سكريننج ولا مش هيقدر، الكلينيكال مانيفستيشن بتاعته والايفالويشن بتاعته والايفالويشن مع الفيديو. فوق 75 معقولها جريد سي ريكومنديشن اللي هي اوبشنال ريكومنديشن. الكلام ده ينطبق على مين؟ ده ينطبق على الناس اللي هي افريج ريسك اللي هي الناس العاديه ما عندهاش ريسك فاكتورز. لو شخص بقى بيديني فاميليا ريسك عنده ريسك اصلا في الفاميلي والكانسر كله عنده اصلا في كانسر ريسك زي حاجه اسمها الكانسر كله في كانسر ريسك عنده مشكلة أصلا في الفلول ديزيز تشخص إن هو الفلول ديزيز معروف إن الحاجات دي كلها ريسك فاكتور والكانسر كلها. هل أستنى يوصل للإيش دي وأعمل له سكرين؟ لا، في الحالة دي بعمل له سكرين إيش بدري ببدأ معاه سكرين بدري أدخل له الكومبينيشن يبقى الهاي ريسك ما بيطلعش عليه من الكلام ده. زائد إن الفريكونسي بتاعت السكرين ممكن حاجة مختلفة، يعني بدل ما أعمل سكرين كل 10 سنين لا، أنا بعمل كمان كل 5 سنين. الكلام ده على الافريج ريسك.
نعرفها في الكانسر كول بعمل سكرين ازاي؟ هي سكرين من ده الجزء في الكانسر كول كولونوسكوبي وسيجمويدوسكوبي سيجمويدوسكوبي كولونوسكوبي ده بعمل 10 سنين الفيكسر سيجمويدوسكوبي بعمل كل 5 سنين والفيكر بروتوكول بعمل كل انت استخدم وانت استخدم وانت استخدم وانت حسب الاكسبتنس بتاعك مش المفروض ان احنا بنعمل كونسبت مع البيشنت والناس دي نعمل خلاص نيجي بعد كده على بريست كانسر سكرينينج اوف ذا بريست كانسر عندي ريكومنديشن بي ريكومنديشن سي الكومبينيشن دي من 50 ل 74 سنة زي تقريبا الكل من سن 50 لسن 74 سنة دي الكومبينيشن أصلا بعمل سكريننج للكانسر بس على الطريق من عند جرام حاجة الوحيدة اللي بعمل فيها سكريننج للكانسر بس هو الكانسر كله في ثلاث حاجات أنا بعمل فيهم سكريننج بس كانسر بعمل طيب الريكومنديشن عندي اللي هي من 50 ل 74 سنة اللي هي يو اس بي تاسك فورس كانت الريكومنديشن دي لكل الفيميلز اللي عند 50 سنة المفروض عملوا بريست كانسر اكزامينيشن اللي هو عن طريق الريكومنديشن نيجي بعد كده على الايج الصغير ابتداء من 40 سنة ده بيبقى الريكومنديشن سي اللي هو اوبشن الريكومنديشن سي بيبقى اوبشن ان انا اعمل احنا قلنا ان الـ UCP Task Force مش هي الجهة الوحيدة اللي بتطلع على الجايد لاينز دي في ايجنسيز تانية زي الأمريكان كانسر سوسايتي الأمريكان كانسر سوسايتي غيرت شوية الايج اللي انا ببدأ فيه قال من 40 ل 44 اوبشن تو ستارت سكريننج اللي موجودة في الفريق هناك كانت من اول 50 دوت الفريق بيزك تمام و من 40 ل 49 سنة 40 ل 49 هو الوشن الأمريكان كانسر سوسايتي قالت لا مش 40 ل 49 40 ل 45 40 ل 45 هو ده الوشن وبدل ما خلت هنا 50 أبدأ من 50 مثلا أبدأ من 45 أبدأ من 45 خلاص فكأنها غيرت بس من 50 نزلت في السن شوية نبدأ سكريننج بدري سن 45 فوق ال 55 بعمل ماموجرافي مش كل سنة بقى كل ما الإيش بيكبر مش محتاجة ماموجرافي كل سنة يا إما أعمل دوري أوفر كبير أو لو الست اللي عندي هيلث كونشس شوية أو وسوسة أو حاجة زي كده ممكن تستمر إيفر يير عادي خلاص بس كل ما السن بيكبر مش محتاجة إن أنا أعمل ماموجرافي كل سنة ببعد عن كل خطوات الماموجرافي بعض كل إيفر أوفر السنة وسنة لا خلاص كان في ايرا اللي هي البريست سيلف اكزامينيشن لقوا ان البريست سيلف اكزامينيشن ما ينفعش ابدا اعتمد عليها كسكرينينج جلوبال ولا كسكرينينج ايه البريست كانسر مفيش ايفيدنس امريكا كانسر سوسايتي نو لونجر ريكومند المانثلي بريست سيلف اكزامينيشن الروم از سكرينينج جلوبال وما استعملناش ابدا فيها كسكرينينج جلوبال اليو اس بي تاسك فورس قالت كمان ان دي ريكومنديشن دي يعني رقم البريست سيلف اكزامينيشن ريكومنديشن معناها ايه ريكومنديشن دي؟ دي دي اجينست يعني من البريست سيلف اكزامينيشن لوحدها ما تنفعش سكرينينج طول البريست كانسر واكدت الكلام ده الامريكان كانسر سوسايتي خلاص في الام سي بي ما تطبقوش في الايج يعني حد يدرس في تاسك فورس او امريكان كانسر سوسايتي خلاص نيجي بعد كده على السيرفايكال كانسر السيرفايكال كانسر مروها بمشكله بريفلنت جامد وهي الفيلينز مدمنه فعملوا الريكومنديشن ايه للسن الصغير اول 21 سنه لغايه 65 سنه ريكومندد الفيلينز تعمل سيرفايكال كانسر سكرين
اول 21 سنه لغايه 65 سنه كل الفيميلز ايا كان سواء كانت مارت او سيكشوالي اكتف او روت مارت بريجنانت اللي هي مخلفه مش مخلفه ايا كان كل الفيميلز من 21 لغايه 65 سنه بيعملوا سكرين للسرفايكال كانسر. خلاص زي ما قلنا الكانسر كوم ثلاث حاجات بعمل بيهم سكرين البريست كانسر والمبري السرفايكال كانسر في طريقتين بعمل بيهم سكرين. الطريقه الاولى اللي هي الباري سكرين دي اللي هي بسميها السيتولوجي بياخد مسحه تاني السيرفيس ويقول لك انا شفت في السيتولوجي تحت الميكروسكوب تاني حاجه عندي ان انا بعمل تيست اللي هي هيومن ميلوما فايروس السن الصغير من 21 ل 29 اللي هم في العشرينات قبل العشرينات دوت الام بتثبت ان هي السيتولوجي. بعد كده من 30 لغايه 65 بعمل سيتولوجي من 3 سنين او ممكن اعمل الاف تي اي اوت اللي هي اليوم فايروس تيست كل 5 سنين او بعمل برو تيست اللي مع بعمل الاثنين مع بعضهم كل 5 سنين. السن اللي اقل من كده والسن اللي اكتر من كده الريكومنديشن يعني اكس اقل من 21 ما اعملش سكرين فوق ال 65 ما اعملش سكرين وخاصه لو انا عندي اريكت نيجاتيف في السكرين ريزلتس لو هي كانت عامله نيجاتيف نيجاتيف كان النيجاتيف ريزلتس موجوده عندي فخلاص بعد ال 65 التحاليل اللي فاتت بتاعتها كويسه ما كملش معايا سكرين. تمام. طب لو ما لو ما عندهاش تحاليل لو ما عملتش تحاليل قبل كده لو ما عملتش تحاليل قبل كده مش هتستفيد حاجه. طيب لو واحده اصلا عامله هيستريكتو مع الهيومن بوكلاكس ما عندهاش سيفلكس خلاص تخطو ولا معايا تمام التحديث ده من لغايه 2018 لو هتدخل على يو اس بي ماسك فورس هتلاقي الصفحه بتاعتهم مكتوب ان ده التحديث بتاع 2018 ولسه الكرنت ابديت لسه ما نزلش لسه الكرنت ابديت ما نزلش كل من الكلام ده طبعا بيختلف. جات لنا الامريكان كانسر سوسايتي طلعت لنا برضه في النص اشمعنى ما عملتش جاي بايز كل اللي عملته ان هي بس الايج جروب بدل ما ابدا من 21 ابدا 25 خلاص بس كانسر قللت خمس سنين ابدا بدري لكن هنا ابدا متاخر شويه بدل ما ابدا من سن 21 ابدا من سن 25 وقالوا كمان ان البرايمري اللي هو اللوما فايروس تيست فوق الخمس سنين ده هو الريكومنديت اليومن اللوما فايروس تيست ده هو الريكومنديت طالما اداؤه اللي انا عامله هو ده الريكومنديت احسن كمان من الريكس خلاص يبقى الحاجتين اللي هي اختلفت فيهم ايش شوية عديت بعد المبدا 21 حتى تصير 25 بدل ما يبقى الريكومنديشن عندي ان انا اعمل سيتولوجي في فتره العشرينات وبعد ال 20 ابدا اعمل اتش بي فايروس دوت لا انا على طول ابدا بالاتش بي فايروس طالما متوافر موجود عندي. بصوا يا جماعه الكلام في اي مشكله دلوقتي اخر كانسر عندي اللي هو الدم كانسر اخر كانسر اللي هو الدم كانسر. انا قعدت مع شخص عندي في العياده او في البيتس مثلا في تشيك اب دوت واللي عرفت من الاسم بتاعه ان هو اسمه عرفت من الاسم ان هو شخص اسمه المفروض ان اللي بيحصل ان انا ابدا انبهه واعمل له كاونسلنج واقول له المفروض تعمل سكريننج فوق بعد كانسر المفروض ان انا اقول له تعمل سكريننج فوق بعد كانسر. لو قال ان هو اكس سكوبر مثلا من 20 سنه فاتت من 20 سنه فاتت 20 سنه دي برضه ليها حاجه تانيه هنا في الحاله دي ما يعملش سكريننج يبقى الضغط كانسر سكريننج من 50 ل 80 سنه اي شخص 50 ل 80 سنه سموكر او ويت سموك ليس ذان 15 يعني في اقل من 15 سنه توتر او في حاجه تتحسب اللي هي بسميها باك نيو سموكينج باك نيو سموكينج لو وصل الرقم ده عنده 20 وصلت الميزو بياخد من عدد السجاير اللي بيدخلها في اليوم ولمده قد ايه احسن حاجه اسمها سموكينج اكس ومن خلالها احسن حاجه اسمها باك يوز لو ايه الرقم ده وصل 20
بابا كمان سموكر او هو المرض كتير بس ما عداش على بس 15 سنه وده ريكومند ان هو ايه ريكومنديشن ان انا يعمله دم كانسر سكرين خلاص ريكومنديشن اقوله دم كانسر سكرين اعمل دم كانسر سكرين عن طريق ايه عن طريق سيتي والحاجه الوحيده اللي هي المفروض ان انا عن طريق سيتي لو الشخص الثاني الدستوري موجود سنتي يبقى اكتر من 15 سنه مفيش داعي ان انا اعمله سكرين يكون ده دم كانسر لو الشخص دوت بيقول ليف بروبلم سبستنشال لايف اكسبكتنسي او ويلنج تو هاف كيرال كونسرجري لو هو هيعمل كيرال كونسرجري عنده مشكله في الدم هيخش سيرجري او هو حصل له مصيبه ثانيه غير التدخين والتدخين بدات اللايف اكسبكتنسي بتاعته متوقع ان هي كده فمفيش داعي يعمل مع الرب لان هو يعمل خلاص الباقي هي عبارة عن طريقة بتكلمونيتي بها ماتش بيرسون هذا سموه من الليل لايف تايم دخل قد ايه الليل لايف تايم بتاعك وعن باقي معناها سموه افريج 27 بير داي فور داي معناها ان هو كل يوم كان بيدخل 20 سيجارة وهي تقريبا علبة تمام كل يوم لمدة سنة يبقى وعن باقي معناها ان هو بيدخل علبة يوميا لمدة سنة خلاص لو حسب الرقم ده اللي هو 20 يبقى ده انديكيشن ان هو يبقى سموك يبقى بروبيتي قلنا ان هو يكون سكرينينج تيست والبانك كانسر لو دوس لو دوس عشان الباك دي يعني بيدخل 20 علبه في اليوم وعن باك دي غلط غلط 20 بدل ما هو النسبه كده 20 علبه في اليوم 20 علبه في اليوم تجي تفسير صغير بس 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 هي النسبة مش وبالتالي عشان ما نروحش احنا بنتكلم في محاضره كيس ماندنس من ضمن الاكتيفيتيز اللي بعملها علشان الهيلث ماندنس هي سكريننج اكتيفيتي خدنا الكريتيريا بتاعت السكريننج بروجرام كنت اعمل سكريننج ايه الكريتيريا في الدور على الاساس وعلى الكيس خدنا اكزامبلز ليها اللي هي اربع كومن كانسرز كل كانسر منهم اعرف الكونديشن بتاعتي واعرف اعمل سكريننج اعرف الكواليتي الاكزامبل الثاني بعد كده ان هو سكريننج للكرونيك ديزيز سكريننج للكرونيك ديزيز اللي هو هياخد الدايبيتس لو اعتمدت على الاكس بي تاسك فورس بيقولوا له الاتريك مين ان انا اعمل سكريننج للدايبيتس الا في هايبر تنسيف بيشنت الا في هايبر تنسيف بيشنت الاشخاص اللي في هايبر تنسيف دول ريكومند ان انا اعمل لهم سكريننج للدايبيتس كجزء من الكارديو فاسكولار ريسك اسيسمنت دايما معروف ان الهايبر تنسيف بيشنت عرضه ان يصاب بالكارديو فاسكولار ديزيز بسبب كوروناري ارتر ديزيز اللي هي صوف الشرايين الثقيل ده هايبر تنسيف بيشنت او ان الانسيدنس دوت لو بريفلنس بيعلى جدا لو هو كومباين هايبر تنسيف ودايبس فنوع من الجنرال اسيسمنت للكارديو فاسكولار ريسك الشخص الهايبر تنسيف حسب الكورس في بس الكورس هو اللي عامله ريبيتيشن والكورس خلاص احنا في الكورس ديزيز الدايبيتس ده بنعتمد على حاجه اقوى شويه اللي هي السبيتس فورس اللي هي الامريكان دايبيتس اسوشيشن الامريكان دايبيتس اسوشيشن دي برضه تصدر كل سنه وتعمل لي تحديث للتقييم اللي بتاعها قالت لي ان انا اعمل سكريننج لكل الادلت من اول 45 سنه اي حد 45 سنه ريكومند ان انا اعمل سكرين للفيروس خلاص لو الريزلتس لقيناها نورمال يبقى اعمل كل ثلاث سنين لو الريزلتس نورمال اعمل كل ثلاث سنين ده اول حاجه بالنسبه للاشياء
اقل من كده اصغر من كده مثلا. لو لقينا عندهم ريسك فاكتور، لو الناس اللي عندهم دلوقتي ناس اندكس اكتر من 25 ومعاهم اذر ريسك فاكتورز، زي ايه اذر ريسك فاكتور؟ زي الفيزيكال اكتيفيتي، زي الفيرست بري ريليتيف دايبيتس، عندهم هيستوري اصلا من الدايبيتس الفيرست بري. لو اشخاص اللي عندهم اللي هو الاي ون سي اللي هي اكتر من 5 و7 من 10 وهم عندهم اصلا انسولين ريزيستنس، امراض معروف ان هي بتعمل انسولين ريزيستنس، عندهم بروتكشن ريزيستنس، دول بعمل لهم فريكوينت تيست في اي وقت خلاص، دول بعمل لهم فريكوينت تيست. الفيجن سكريننج ليه؟ فبنوش ليه بري دايبيتس وبتصدر مو فريكوينت سكريننج للناس اللي هم عندهم ريسك. وبالنسبه للدايبيتس الاهتمام الاساسي ما اعتمدش عليه بس في تاسك فورس، اعتمد على ايجنسي واحده من امريكان دايبيتس اسوشيشن، دي بتقول لي كل اللي فوق 45 سنه او كل البادي ليست اندكس تحت 25 فما فوق مع اسوشيشن ريسك فاكتور مونيتور اللي هي الفاميلي هيستوري، الدايبيتس كونديشن، الانسولين ريزيستنس، الفيزيكال انكتيفيتي. خلاص يا جماعه، في اي جزء في السكريننج تاخد مذكرة فيها الكوليسترول، الهايبرتنشن، الاستيروزيس، مفيش داعي لازم بس نتحول. تاني حاجة هنتكلم عنها في قبل الهيلث مانتنس، انواع من الاكتيفيتي بتاعت الهيلث مانتنس اللي هي يوتيلايزيشن اوف ذا ارتس، يوتيلايزيشن اوف ذا ارتس. كلنا عارفين ان في حاجة اسمها كومباكسي يوتيلايزيشن سكيم، دي على الاطفال اللي هم أول سنتين من الوقت. هنا بنتكلم عن حاجة اسمها اللي طلع لي الجايد لاينز دي اللي هي السي دي سي سنتر اوف ديزيز اند كنترول، لجنة متمسكة على الوقت. في لجنة طلعت من وسط السي دي سي اسمها الادفايسوري كوميتي يوتيلايزيشن بيكس، الادفايسوري كوميتي يوتيلايزيشن بيكس هي دي اللي طلع لي الريكومنديشن اوف ذا ادلت يوتيلايزيشن. هناخد برضه سيلكتيف ايجنايزيشن كده منهم مش هناخد البروتوكول. أول فاكسين هناخده هو تي تي أو تي تي إي. فاكرين التي بي تي هو بتاع الأطفال؟ بس هما متلخبطين بالتي بي تي، عندنا هنا مسمينه تي تي، لكن سمينه باسم تي تي أو تي تي إي. فين البي في النص؟ فين اللي هي؟ التسسس. مفيش تتخصص فاكسين في الأرض داخل لأنه أسباب إن هو بيعمل كونتراكشنز، لو تتخصص فاكسين اتحط مع الأرض كونتراكشن لو هو بيعمل كونتراكشنز فاكسين، عشان إذا غلبوا على النقطة دي الطعم هو وشال منه المتخصص أو هو أدفانسد فاكسين، لأن هم عملوا حاجة اسمها أسيلولار متخصص، اللي دي بسميها أسيلولار متخصص، شالوا الجزء في المتخصص اللي مسؤول عن الكونفرجنس والتكسر، عشان ادي الاغلط ترتيب الام تي دي او تي دي اي بي تتمس بكتيريا اسيلولار كونفرجنس، عشان يكون الاغلط فولي انيمايزد ضد الامراض ديت لازم ياخد 3 دوزز، لازم ياخد 3 دوزز عشان يبقى فولي انيمايزد. بياخد اول دوز اللي هي الانواع الصفريه، وبعدين بعديها بشهر، بعدين 6 شهور تسيب 4 6. الحالة دي هيكون يعني أنا عندي حضرة تكون هي في الجرعة دلوقتي، بعدها بشهر الجرعة الثانية، بعدها بشهر الجرعة الثالثة، بعد كده بوستر دوز كل 10 سنين. الفيجاس بتاع التكسين ده بيستمر 10 سنين لقدام، فمفيش داعي إن هو يبقى واخد في يوتيلايزيشن من التكسين ده، وحصل مثلا الجرح وهو كان واخد التكسين ده في يوتيلايزيشن دوز في خلال 3 سنين فاتت، ومفيش داعي إن هو حتى لو الجرح ياخد الكتاب السكسوري ده اللي هو ده كده بتاع زي ما بيبقى الاطفال الصغيره مثلا طفل عنده 5 سنين ان هو واخد التكريم دوت عن 2 و4 و6 شهور، واخده كمان عن سنه، واخده عن سنه ونص كبوست دوز، يعني اخر جرعه واخدها كان عن سنه ونص، دلوقتي هو عنده 5 سنين ستيل كفرت الاورجنايزيشن دوت، مفيش داعي ان انت تبقى تتمسك بالسكسوري، ربنا ان هو لسه عنده الكفر ده. لكن لو هو طفل كل شويه مثلا حتى لو هيكبر من 10 سنين يبقى كده الفاكسين خلاص محتاج ان هو ياخد منه بوستر دوز. يبقى ده اول فاكسين بيكمل للغلط اللي هو تي دي او تي دي اي بي اللي هو سيلر دوز. تاني فاكسين كلنا عارفينه اللي هو الانفلونزا فاكسين. الانفلونزا فاكسين دوت بيكمل ان انا باخد
ليه بنخليه انيمال؟ عشان بيحصل فيه الفيروس انتيجين Thank you.
If at first you don't succeed, quit with everything. There are many flaws. What can you do to make the council that way? It's not quite ممكن يجيلك في الام سي يو والفايف الام سي يو والترتيب بتاعك. لما اعمل كونسل للشخص استخدم فايف اي ولازم الترتيب بتاعك. اول حاجه تاسس احنا قلنا ان الشخص بيجي فين الكونسلتيشن سيشن في اي مكان. اول حاجه بسال عن سنوب هيستوري. اول حاجه اسك اباوت ذا سنوب ميستيكس. تاني حاجه ادفايس كنت انصحه اللي هو بطل التدخين واشرح له ايه هي البريفيشن بوليس. تالت حاجه بعمل اسس ريتم سكوبين كل مكان بشوف مدى قابليته او هو اصلا مقبل ان هو يعمل كل ده. اسس اناليتكس هل هو جاهز ان يبدا كونسلتيشن يبدا ريتم سيشن ولا لا. خلاص لو لقيته خلاص مستعد يبقى اسس ساعده وابنج فولو اب سيشن حتى اعمل كل اب سيشن. زمان في مظاهر قديمه من الزيارات المدنيه كان من ضمن الزيارات اللي بنروحها مستشفى الصدر. مستشفى الصدر اللي فيها عيادة اسمها عيادة الدعم التدخين كانوا بيشوفوا الاستنس اللي عامل ازاي بنعمل كنس كونسل مش عارف اذا كنت بقول ولا لا. مستشفى الصدر اللي هي اسمها عيادة الدعم ممكن يجي سؤال بس ممكن يجي كمان بنفس الترتيب بتاع الفايف ايز. اسال الاول بعدين ادفايس الشخص اذا كان مدقق بعدين اسست بشوف اسست ريدنس بشوف هل هو عنده استعداد ولا لا. ايه اللي عنده استعداد بعد اسست اخر حاجه ارينج فولو اب. اوكي خلاص ايه الميثودز اللي انا بستخدمها في الكود سكول؟ اول حاجه اللي هي البروف كاونسلنج. اول حاجه البروف كاونسلنج اللي هو بتعمل حوالي كوينت حوالي 20% ممكن ريت والسكسس ريت حوالي 20%. خلاص تاني حاجه احنا قلنا بنتعامل مع الروتين ريبس فانا ببتدي الروتين ريبس ثيرابي. الروتين ريبس ثيرابي ممكن تكون في صوره باوس وكبيره صوره باتش فيزيك وتركيز الروتين الكبيره محسوبه نيزل سبراي او الهيلر دي بقى هو ان هي بتعمل كومبليكيشن للكوينت تعمل كومبليكيشن للكوينت. يعني انا لو الكود كانس بس مثلا كان 10% لا ده انا هلاقيها 20% كمان حسب الابلكيشن اللي بيطلبه وانا استخدمت الكود بالنسبه لي. في تريننج تاني ممكن في الاخر حاجه بتشتغل بقى سنترال على الريسبتورز اللي هم الريلاشيك والنورد الريلاشيك والبلاين والسبايك والبلاين. حاجات السنترال دي لو هو افكتيف ان هي بتزود الكودنج اكتر من 50% في لو الفيكس بتاعتها Thank you.